السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للعالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تاريخ المصحف. أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أسعد بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. أحبتي، جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الخليفة الأول للإسلام، وقد قبلت تلك الصحف التي جمعها زيد بما تستحق من عناية فائقة، فحفظها أبو بكر عنده، ثم حفظها عمر بعده رضي الله عنهما، ثم حفظتها أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه. يعني شيخنا تقريبا دوت في خلال 14 سنة تقريبا، يعني لما نقول بقى مدة، يعني مثلا خلافة سيدنا أبو بكر كانت سنتين، نعم، ثم خلافة سيدنا عمر 10 سنين، يعني تقريبا 12 سنة، 12 أو 13 سنة، 13 سنة، يعني متوسط من 12 ونص ل 13 ونص. نعم. طبعا مدة خلافة سيدنا عثمان 12 سنة برضو، 12 سنة نعم. وبالمرة بقى مدة خلافة سيدنا علي 5 سنوات، 5 سنوات نعم. الشاهد، كان مصحف، كانت الأمة ترجع إلى مصحف واحد في ذلك التوقيت، واستبحر العمران، ودخل في الإسلام ألسنة غير عربية، وتفرق المسلمون في البلدان، ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى تعلم القرآن وإلى تعليم القرآن. في نفس الوقت يا شيخنا، يعني طال عهد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا بدأ يحدث اللحن بين الناس في قراءة القرآن الكريم. عهد سيدنا عثمان حينما استبحر العمران وانتشرت الإسلام في بلدان العالم. تفضل يا شيخ. حينما كانوا يخرجون للغزو، غزو أرمينيا في الحدود المتاخمة لتركيا الآن، وأذربيجان في العراق، وكل الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف نشآتهم، فكانوا بالنهار يصومون ويجاهدون، الله أكبر، وبالليل لهم دوي بقراءة القرآن كدوي النحل. نعم. وخرج من الشباب الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع آبائهم وذويهم، وبالتالي وجدوا الألسنة أو سبل الأداء في القرآن الكريم تختلف من شخص إلى ثاني إلى ثالث وهكذا. دخل في الإسلام ألسنة غير عربية. نعم. يعني هذه الفتوحات، نعم، كانت في دول غير عربية، غير عربية، فدخل في الإسلام ألسنة غير عربية. نعم. والأمة كلها بترجع إلى مصحف واحد، ترجع إلى مصحف واحد. نعم. فما كانوا يقرأوا، حينما كانوا يقرؤون ليلا القرآن، وسمع بعضهم قراءة البعض الآخر، والثاني سمع قراءة الرابع وهكذا، فاختلفوا واشتد الاختلاف حتى كفر بعضهم بعضا. سلم يا رب. طبعا التكفير ما كانش مقصود به الخروج من الملة، نعم، لكن المقصود به كفر النعمة وليس كفر المعتقد. نعم. لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن يصل إلى التكفير المخرج من الملة. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صحابي جليل، نعم، الصحابي الجليل رضي الله عنه جميعا، كان من المشتركين في هذه الغزو، غزو أذربيجان في الشرق. نعم. فقرر أنه لا يستمر في الجهاد، بل يتصدى للفتنة التي هي أشد من قضية الجهاد، اللي هي اللحن في قراءة القرآن. نعم. فرجع إلى المدينة، وكان من سنته صلى الله عليه وسلم العائد من سفر يذهب إلى المسجد أولا حتى يصلي أقرب فريضة،
ثم الغلمان الصغار حينما يخبره أهله وصل أن وصل نعم. في صلاة العشاء نعم. في الفجر في كذا. حذيفة رضي الله عنه خالف لذلك إذا كنت على سفر نعم. لا تفاجئ أهلك بالعودة صحيح مع أن النعمة الموجودة اللي هي النقالات والموبايلات خلاص دلوقتي بقى ممكن قبل أن يتحرك يخبر أهله بأنه نعم. قادم غدا نعم. أو كذا أو كذا نعم. فالمهم حذيفة رضي الله عنه من باب فقه الأولويات ترك المهم لما هو أهم نعم. يعني بدل من أن يأتي من أذربيجان على المسجد النبوي يصلي أقرب فريضة ثم ينصرف الأهل ذهب إلى بيت عثمان مباشرة إلى بيت سيدنا عثمان نعم. وأخبره من على الباب أن حذيفة بالباب فخرج فاكتفى بجملة واحدة يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى والعبارة شديدة شديدة جدا مهما اختلفت وجهات النظر لا يمكن يختلف اختلاف اليهود والنصارى نعم لكن أحيانا الغضب في الله والولاء والبراء في الإسلام يجعلان حذيفة يتكلم بهذا المنطق أو بهذا الأسلوب الله أكبر ما شاء الله فعثمان رضي الله عنه جمع من عنده من الصحابة موجودين لأنه معروف أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين إلا نعم. في أحوال معينة فيصبح الجهاد فرضاً على جميع المكلفين الله أكبر فجمع عثمان من عنده من الصحابة رضي الله عنه وقال أنتم عندي تختلفون فمن نأى عني من الأمصار اللي بعد عني بالألفين كيلو والثلاثة آلاف كيلو كيف حالي؟ هيكون أشد اختلافاً طبعاً وقرر أن يعمل لجنة لجمع القرآن من جديد ويكون المرجعية اللي هيرجعوا إليها مبدئياً غير الحفظ في الصدور الصحف التي كانت عند عمر ثم نوكلت إلى أم المؤمنين حفصة ده المرجع الأول المرجع الأول نتذكر فكرة جمع أبو بكر رضي الله عنه نعم بمشورة سيدنا عمر نعم أنه انتبه إلى موت القراء وإلى نعم. موت الحفاظ نعم فأشار على أبي بكر بجمع القرآن نعم وبدأوا يعني يخططوا لهذه الفكرة نعم. نفس الشيء دخل سيدنا حذيفة بن اليمان نعم. على عثمان بن عفان نعم. وأشار عليه أن يدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب الله تبارك نعم. وتعالى نعم أحسنتم نعم. بهذه الصورة جمع ثلاثة من القرشيين مع زيد بن ثابت فأصبحت اللجنة رباعية وإن كان بعض الروايات التاريخية في كتاب المصاحف لابن أبي داود يقول أن اللجنة كان عددها 12 صحابيا الله أكبر والمعول على هذه لكن هو رئيس اللجنة المطمئن أنه نعم. هو نفس رئيس اللجنة في جمع أبي بكر أبي بكر رضي الله عنه سيدنا زيد بن ثابت نعم نعم طبعا نذكر بقى بخصال سيدنا زيد هو من الشباب أو في ريعان الشباب وعنده الفطنة وعنده الذكاء كان من كتبة الوحي وكان من كتبة الوحي في العهود الثلاثة يعني في عهد الرسول الله صلى أكبر. الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبي بكر وشاهد العرض الأخيرة وشاهد العرض الأخيرة نعم فعنده من المؤهلات الدينية والعلمية ما يؤهله لأن يكون عضو في اللجان الثلاثة والشخصية بقى كان نعم. معروف بخصوبة عقله نعم. وشدة ورعيه وقوة نعم. حفظه ما شاء الله ومحبته لنصرة الدين بكل ما أوتي الله أكبر يعني الله نعم. أكبر نعم. حضرتك ذكرت أن اللجنة المكلفة كان سيدنا زيد وسيدنا نعم. عبد الله بن الزبير نعم. وسعيد بن العاص نعم. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن هشام نعم. وحضرتك تفضلت أن ذكر أنهم وصلوا إلى 12 صحابي نعم. نعم الله أكبر نعم, نعم. وكانت بين أيديهم صحف أبي بكر نعم تكون مرجعية بالإضافة إلى الحفظ في الصدور عندهم جميعا لذلك أحبتي اتفق الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في هذه المرحلة مرحلة الجمع الثالث للقرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان بن عفان أنهم كانوا لا يكتبون في هذه الصحف إلا ما تحققوا أنه قرئ أنه قرآن وعلموا أنه قد استقر في العرضة الأخيرة وما أيقنوا صحته عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيخنا دستور سيدنا عثمان في كتابة المصاحف نعم دستور سيدنا عثمان رضي الله عنه أنه لم يكتبوا
المنسوخ، منسوخ التلاوة. يبقى أولا ما تحقق أنه قرآن يتلى. نعم. إلى ما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. الشيء الثاني، أي رواية غير متواترة استبعدوها، لأن الشرط في قرآنية النص ثلاثة شروط: أن يوافق رسم المصحف أو رسم الصحف السابقة، وأن ينقل بالتواتر أو على الأقل بالصحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يوافق رسم المصحف. نعم. فدي ثلاث شروط إن تحققت في أي نص يحكم بأنه قرآن. شيخنا، رسم المصحف ما يسمى الآن بالرسم العثماني. الرسم العثماني، نعم. وليس معنى الكلام أن سيدنا عثمان هو الذي وضعه، ولكن نسب إليه لأنه هو من جمع أشرف على هذا العمل، هو الخط اللي كان منتشر آنذاك يعني. نعم. يعني ما فيش أي رسم غير الرسم الذي أقره سيدنا عثمان بعد أن جمعت المصاحف. نعم. يعني. نعم. القرآن كان غير منقوط. كان غير منقوط وغير مشكول. وغير مشكول. نعم. فأي قراءة كانت تحتمل قراءتين بدون شكل وبدون نقط فكتبوها هكذا على أساس أنها صالحة للقراءتين. ما شاء الله. لو كانت القراءة إحداهما الاثنين غير منقوطين وغير مشكولين، لكن ما فيش رسم من القراءتين يحتمل القراءتين، فجعلوا هذه القراءة في نسخة أو في مصحف والقراءة في نسخة أخرى. في نسخة أخرى. نعم. نعم. ده منهج سيدنا عثمان في جمع القرآن. أيضا قال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في أي كلمة، في كتابة كلمة، زيد تابوه بالهاء والتابوت بالتاء المفتوح، قال فاجعلوه بلسان قريش فإنما نزل القرآن بلغته. بلغة قريش. بلغة قريش. إذا اختلفوا في كتابة كلمة، كلمة من الكلمات، مع زيد على أساس أنصاري والثلاثة قرشيون، قال إذا اختلفتم أنتم وزيد في كتابة في شيء من القرآن، يعني أي كلمة فما فوقها أو فما دونها، فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل القرآن بلسانه. نعم. إذن يعني كان النسخة الواحدة تتحمل أكثر من قراءة. نعم، ما دام لا يوجد شكل ولا يوجد نقط مثل فتبينوا فتثبتوا، فما دام ما فيش نقاط تصلح للقراءتين. نعم. اعتمدوها. لكن لو ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، فجعلوا القراءة الأولى في مصحف في نسخة، والقراءة الثانية في مصحف آخر. في مصحف آخر. نعم. نعم. ولم يرد أن يكتبوا شيئا في الحاشية أو في جانبي الصفحة حتى لا يظن بعد ذلك أن القراءتين كلتاهما تغني عن الأخرى. نعم. نعم. شيخنا، بعد أن أتم الله لسيدنا عثمان واللجنة نسخ المصاحف بالصورة المذكورة، أمر سيدنا عثمان بتحريق ما دون هذه الصحف. سواء مصاحف أو صحف. يعني مسألة في غاية الأهمية. في غاية الأهمية. إجماع الأمة على أمر واحد. أن لو بقيت هذه الصحف لتجددت الفتنة من وقت لآخر. وكل يقول ما عندي من صحف أولى مما جمعته. نعم. والثالث يقول عن الرابع وهكذا. وانظر إلى استجابة الأمة. ما هو في كل مكان، وبالفعل حرقوا ما عندهم من صحف وعن طواعية واختيار. نعم. وعلي رضي الله عنه لما أحس أن بعض الناس بتتهم أو تتقول على سيدنا عثمان أنه حرق مصاحف، قال لا والله ما أقدم على هذا العمل إلا برضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني ما أقدم على هذه الخطوة من التخلص من الصحف والمصاحف الشخصية مثل مصحف ابن مسعود ومصحف فلان ومصحف أم المؤمنين عائشة، قال ما أقدم على هذا الأمر إلا بمحضر منا، يعني كنا راضيين عن هذا العمل، لأن لو بقيت لحدثت فتنة أكثر من التكفير الذي حصل في أذربيجان. نعم. نعم. شيخنا، معنى ذلك يعني نستخلص من الأمور المستفادة بكيفية التخلص من الأوراق التي مكتوب فيها القرآن. نعم. ويعني استهلكت.
أن القرآن يجوز أن أحرق هذه الأوراق، لكن بشرطين يعني. نعم. الشرط الأول ألا تكون تتحمل التلاوة فيها فيما بعد، يعني كل صفحة مقطوعة أكثر من قطع، فبالتالي التعامل معها لهذا النحو فيها شيء من الإهانة للأوراق. نعم. يعني لا تكون صالحة للقراءة أو التلاوة، فيجوز أن احنا نحرقها. الشرط الثاني، في فرق بين الحرق والتحريق. الحرق أن الإنسان يشعل النار في كومة أوراق وينصرف، فتطفأ هذه النار ويبقى كلمة، يتبقى بقايا بقايا. فالتحريق أنه يتعهد الأوراق هذه جهة اليمين وجهة الشمال ومن فوق إلى أعلى، حتى يتأكد بفنائها، حتى يتأكد، ثم يصب عليها ماء طهورا في النهاية. الله أكبر. لأن لو حرقت ورقة الآن وتأكدنا أنها حرقت، لو رفعتها في الأفق هكذا تجد رسم الحروف لا يزال موجودة، وهي أرماد يعني. فمن باب التكريم لهذه الأوراق المحرقة أن بعد أن تأكدنا أنها حرقت تماما يصب عليها ماء طهور، فيخفي معالم هذه الصورة لبعض الحروف. نعم. إلا إذا كان الشخص القائم بهذا الأمر قريب من النيل قبل أن يلوث، يضع هذه الأوراق بعد، يجوز أن يلقى القرآن في النيل بعد التحريق. نعم. نعم. كذلك ثبت بجواز دفنه. العوامل التعرية الآن المقصودة وغير المقصودة لا تبقي شيئا على حاله، فالأفضل إما التحريق أو الإلقاء في النيل. أو الإلقاء في النيل. نعم. أحسنت. طيب، يعني سيدنا عثمان أتم جمع القرآن بهذه اللجنة. نعم. ونسخت المصاحف، كيف أرسلت هذه الصحف إلى الأمصار وإلى البلدان؟ نعم. بعد ذلك من غلبت عليه قراءة أهل مكة، من غلبت عليه قراءة أهل مكة أرسل هذا الإمام ومعه نسخة أهل مكة حتى يرجعوا إليه ويؤكد. هو الأول كم عدد شيخنا الصحف؟ هو فيه رواية أنها مصاحف. المصاحف فيه رواية أنها ستة، ورواية خمسة، ورواية سبعة. أتوقع أن ستة وسط بين بين الاحتمالات الثلاثة. نعم. يعني فأرسل مصحفا إلى أهل الشام وإلى أهل العراق وإلى أهل المدينة وإلى أهل مكة، وأبقى عنده نسخة رضي الله عنهم جميعا، سميت بمصحف الإمام. نعم، مصحف. نعم. الإمام. نعم. بحيث لو تداولت الخلافة يبقى هذه، تبقى هذه النسخة في مقر الخليفة. ما شاء الله. نعم. يعني إذا أرسل مع كل مصحف معلم. معلم. يعلم متفق الناس. متفق على نفس القراءة التي أثبتت في هذه النسخة. نعم. بحيث لا يحدث اختلاف بين المرجعية البشرية والمرجعية الدينية اللي هو المصحف نفسه. نعم. ما شاء الله. نعم. و إرسال سيدنا عثمان مع هذه الصحف معلم له دلالات كثيرة. نعم. أن القرآن لابد له من التلقي والمشافة، لأن الكتابة لا تغني. الكتابة لا تغني. نعم. لكن أما يسمع من الشيخ مخارج الحروف وكيفية الأداء وقواعد التجويد، هناك أمور في علم التجويد والقراءات. نعم. لا يتعلمها الإنسان إلا بالتلقي. بمعلم التلقي بس. يعني بقول لواحد لسه ما تعلمش، اعمل إضغام هنا. نعم. أو اقرأ بالإخفاء، أو اقرأ بالروم بالإشمام. نعم. هو مش فاهم. نعم. ولكن لازم أعلمه وأقرأ. نعم. حتى يسمع مني ثم يقرأ كما سمع. نعم. نعم. يعني الكتاب وحدها لا تكفي. نعم. الحمد لله. من المعروف أو القصص المشهورة عن زيد، سيدنا الزيات، حبيب الزيات. أيوة. العاشر. أيوة. من القراء العشرة. نعم. أنه كان يجلس في بيته يقرأ القرآن بمفرده. نعم. وطبعا القرآن كان غير منقوط. نعم. فبدأ يقرأ بدون معلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا زيت فيه. أيوة. أيوة. فسمعه والده قال قم فاطلب العلم على العلماء. نعم. القرآن لا يأتي إلا بالتلقي. أيوة. نعم. والمشاهد. ومن وقتها لقب بالشيخ الزيات. نعم. نعم يا شيخ. فحتى لله ضر القائل، من يأخذ العلم. نعم. عن شيخ مشافهة. نعم. يكن عن الزيغ والتصحيف في حرمي. صحيح. ومن يكن آخذا للعلم من صحف. نعم. فعلمه عند أهل العلم. نعم. كالعدمي. أيوة. نعم. ملوش لازمة. نعم. يعني في أمثلة كثيرة جدا من واقع القرآن ومن واقع السنة،
إن اللي اعتمد على القراءة فقط أخطأ خطأ بينا أو فاحشا. نعم نعم في نعم. القرآن وفي السنة يعني. لذلك الله تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم يعني مش تتعلم ولا لا نعم. تلقى. نعم دي التلقي أهم من الكتابة. التلقي أهم والكتابة مهمة. نعم نعم نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل أمين الوحي وكان يردد. نعم حتى وهكذا تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون عن الصحابة إلى أن وصل إلينا الحمد لله غضا طريا يعني كأنه نزل في هذا اليوم. كأنه نزل في هذا اليوم. نعم جزاكم الله خير على هذا اللقاء الطيب المبارك. سعيدنا بكم. الله يكرمكم ربنا يرضى عنكم. أحبتي في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعني إلا أن أتقدم لكم جميعا بكل الشكر والتقدير على حسن متابعتكم. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.